مين من النجوم اللي انزعج من اللي عملته؟ لا، في نجوم اساسا هم ضد الفكره تماما، مثل اليسا، كارول بسماحه، هم ضد الفكره تماما. وخليني اقول عن كارول يمكن انا الوحيد اللي نسخت لها صوتها بالذكاء الاصطناعي، لاني بحبها كثير. ف كارول ابدا ما عملت اي تفاعل، وتخيل ما حبت الموضوع. انا بفهم وجهه نظرها بهذا الموضوع، فهي ما انا حابه الفكره، مع انه حاولت تصيب صوتها منيح. ليه برايك ما حبت الفكره كارول؟ كارول عندها وجهة نظر، واللي هي انه مكتفية بصوتها، حاسة انه ما لها بحاجة ذكاء اصطناعي. ممكن هي بنظرة انه ممكن فنانين تانيين بيستعملوا الذكاء الاصطناعي ليوصلوا لطبقات انه ما بيوصلوا لها بالحقيقة. وصراحة في هذا الشيء يعني موجود كثير ناس اليوم عم تفكر فيه، يعني في فنانين سألوني عن هذا الموضوع، انه اذا بيتم انه نجيب حدا يأدي اداء بيشبهنا يوصل لطبقة نحن ما بنوصل لها، نقلبها بالذكاء الاصطناعي كأنه نحن وصلنا لها. طبعا هذا الشيء موجود. ايه، لهيك كارول ضد الفكره. أدار، انت خليت اصاله تغني اغنيه كارول، صحيح؟ ايه، خليت اصاله تغني كثير اغاني من هي الاغنيه، صح؟ هيدا ما بيأذي كارول، لانه غير طبقه، غير صوت، نزلي اغنيه جديده بصوتها باحساسها. صراحه هو انا كنت عم اقيس الموضوع من غير ناحيه، عم اقيس الموضوع انه انا لاني بحبها لكارول، وأغنية نسخة مني كانت جديدة، فحبيت نوع من الترويج للأغنية إني أدخلها على جمهور تاني اللي هو جمهور أصالة. فحطيت أصالة وكارول فيديو بالأغنية. كارول بتخيل ما حبت لأنه ما شيرت. نعم. كان هذا البداية، إنه الجمهور بيحطهم بقى بمقارنة، جمهور أصالة حاضر عندي بشكل كبير، فكلهم صاروا يقولوا أي أصالة أحلى أصالة، فهذه المقارنة يمكن هي البداية. أنا ما كان الهدف المقارنة ببالي إني أنا خلي الأغنية توصل لجمهور. كانت نيتك صافية، ولكن النتائج ما كانت على قد النية.